حصل؟ دي كنيسة العذراء. كنيسة العذراء مريم القديمة أو الأثرية يعني. أو مشهورة في أهل البلد كنيسة الوادي. الكنيسة مبنية من سنة 1932، معظمها خشب والجوانب فيها طوب ني. الجانب ده مبني بطوب أحمر عشان مع الجيران. حرقوا الكنيسة، رموا فيها مولوتوف وكسروا الباب بتاع الكنيسة ودخلوا وحرقوها وكسروا الحاجات وخدوا اللي يقدروا ياخدوه. هو السقف ده كان خشب، السقف ده كان خشب. الحديد ده معمول جديد أو حديث بحيث ان هو الكنيسه عشان ما تقعش لان هي اثريه، فعشان كده النار مسكت فيها بسهوله. العمود ده جير، حجر جير. باقي العمود كان طوب ني عشان كده وقع اثر الحريق والتكسير. ده كان مكان فاضي في الكنيسه، ده باب الكنيسه، ده مدخل الكنيسه اصلا. ده هنا كده صحن الكنيسه، ده باب مدخل الكنيسة، ده صحن الكنيسة. ده المذبح الوسطاني اللي اسمه العذراء، والمذبح الثاني اللي اسمه ماري مرقص، وده كان هيكل الستات وهيكل الحريم يعني. كان في هنا صورة للعذراء كانت بتنزل زيت، صورة أثرية. هي من الحريق والتكسير مش موجودة خالص، الصورة اتحرقت خالص وما لهاش أثر، بقت مش موجودة. حامل أيقونات كان موجود هنا برضو ملوش أثر، مش موجود. دي عمدان الكنيسة، العمود ده والعمود ده. الكنيسة كلها من جير وطوب ني، فاللي ما وقعش في الحريق وقع من الناس وهي بتطفي، وبرضه هم دخلوا قصر.